فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل التمساح وفرس النهر مما يحرم أكله والانتفاع بجلده؟ الذي يعيش في البر والبحر لا يحل إلا بذكاة، إذا كان مما يباح. وأما ما لا يعيش إلا في البحر ولا لو خرج إلى البر يموت، هذا حلال، حلال ميتته، وهذا ضابط واضح ما يحتاج. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.